اعداد مظهري للبنت، معنى ان انت بنت. قلتلك روتين النظافه لا يمكن تستغني عنه. بتغيري ايه وبتلبسي ايه وريحتك ايه وشكلك ايه ونظافتك ايه، مش قاعده مكرمشه وعامله وبتاع صنف البيت. ايه ده، واللي في البيت دول ما لهمش حق، هتبقي في بيت جوزك كده. روتين الشعر اللي حكينا عنه قبل كده، روتين الضوافر، روتين اصابع القدم، الجسم كله وريحه الجسم شكلها عامله ازاي، حلوه المظهر وطيبه المخبر، ريحتك ريحه جميله، ريحه طيبه، افضل الطيب الماء. ما بقولكيش اشتري واعملي، مش الرابطه المربوطه بالكحكه المربوطه، الشعر المكمكم اول ما يتفك اوف ايه ده، لا. فلبسك ذات نفسه الامر بيبقى قدامك عامل ازاي، هندامك. كل الكلام ده المفروض انت بتعدي له. يوم دلع البنات لا غنى عنه، يوم الانوثه المفروض ان انت تعلمي كلام عن تصحي منهم تسرحي شعرك زي البني ادمين ينوبك الثواب، ما تبقيش عامله لنا غوريلا موجوده. مش بس لما يجي ضيوف ولا لا مش عارفه ايه، لا خالص يا قطه، ده جميله يا قطه، يا حلوه يا عسوله، انت جميله وخليكي عسوله. كمان الاعداد المهاري، لغه المهارات، لغه الرد وجمال الرد، ورجعوا للحلقه بتاع جمال الرد، لانك رقيقه مش دبش مش توب بيتحدف. انا مش بقول يعني اكذب عليا، ما انا بقول الصراحه. غلط غلط، غلفي كلامك. كمان مهارات البيت ونظافة البيت وترتيب البيت وتكات البيت ولمسات التحفة بتاعتك، ومش عارفة دي محطوطة فين ودي جاية منين، ده كل ده كل دي مهارات مفروض البنت تتعلمها. مهارات الطعام، مش ياخنا يلا كله على بعضه اطفحوا اذا كان عاجبكم، لا لا، ده في جروبات للبنات والله لسه حتى ما تخطبوش ودخلوا يتعلموا فن التقديم، وده يتحط بالشكل الفلاني، وفي المعلقة الكبيرة فين والصغيرة فين والشوكة فين، وأدب وإتيكيت الطعام. اكلات بيخترعوها اصلا وحبشتكنات تحفه كده، وحلويات شرقي وغربي وهيصه. بصي لقيته هبهره، انا هبهره يعني هبهره. كل ده طبعا المفترض الست الوالده يا دي الام يا جميله تحسك عليه وتعلمه لك. طب ما فيش ست الوالده ذات نفسها محتاجه اللي يوجهها؟ ما في ضرب حاصل في جيلين، في جيل قديم وجيل في النص واقع، وبعدين الجيل ده جاب اولاد وبقى دول امهات وجدات مش عارفين حاجه. لو هي ذات نفسها محتاجه حد يجوزها تشتغل انت على نفسك. انت جميله وشاطره وفاهمه ودارسه ومتعلمه، احضري دورات كلها مجاني، اسمعي فيديوهات، روحي على اليوتيوب تابعينا وتابعي حلقاتنا واسمعي لنا واسمعي لغيرنا، اتعلمي مع نعانا خطوه بخطوه، علشان ما تبقيش كده جايه متجوزه ايه بقى السيشن وبتاع، ايه ده بيقوليش بحب كده، ده مش وساب ايه يا بنتي. لا، لازم تبقي فاكره الجواز بشكله الحقيقي، مش حب ورومانسيه وبس، لازم تتعلمي وتحافظي على الحب والشغف اللي كان في اول الجواز ده. ازاي تزودي لها بالرومانسيه والحاجات دي طوال 40 50 سنه قاعده في وش الراجل، يعني نوبك سبع عشان ما نزهقوش. تعمري عشان تعمري، مش بقى يلا كده ويطلعوكي غلطانه في اول قعده، لا. ما تسمعوش نصايح خربات البيوت عشان خاطري، والاندمان والسترونج ولازم وتكمتي وحقي ومش عشان سيبك من الكلام ده. ولازم الام تنصح بنتها، البيت اللي رباكي وانت صغيره يربيكي وانت كبيره. عارفه الكلام اللي بيتقال ده، البيت اللي رباكي وانت صغيره يربيكي وانت كبيره، اكبر غلط، اكبر غلط الام تقولها. يعني ايه؟ يعني اعملي اللي تعمليه وسيبيه، وانت كنت ناقصه اكل وناقصه شرب، احنا نجيبك وناكلك ونشربك وتعالي لنا في البيت. ام تانية توصي بنتها قبل زواجها بالوصايا بقى التانية التحفة، يعني زي المثل المصري، زوجك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه، ها عوديه اذبحي له القطة، اعملي ما اعرفش ايه، خليكي شخصية قوية، صاحبة الكلمة الأولى في البيت، انا كل ده، اهريه اهريه بالطلبات، اهريه وخلصي فلوس بدل ما يتجوز عليكي. أو المثل المعروف، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. طبعاً بقى البنت تدخل الجواز ساحة حرب، أنا أنت في البيت ده، أنا اللي أقوله وأنفذه وأعمله، متحفزة لأي حاجة تحصل، ده طبعاً غلط. أفضل نصيحة اتقالت للبنات وصية أمامة بنت الحارس لبنتها وفي يوم جوازها، قبل جوازها بتقول لها إيه؟ أنت داخلة على بيت فيه أسس للحياة، هنحط فيه أسس للحياة السعيدة والزواج وهكذا. بصوا النصيحة، إيه اللي يجب على الزوجة؟ والله الوصية دي تدرس في المناهج التربوية، والمفروض كده كل أم تحفظها لبنتها وتعلمها لها.